بيكم في حلقة جديدة من تنس بورت اللي هتكون مخصصة النهاردة للكلام عن اليوم الثالث من نهائيات كأس الأمم الإفريقية اللي بتتلعب في مصر. وحديثنا النهاردة هيكون عن المجموعتين الثالثة والرابعة، لكن في الأول نروح لمجموعة من الأخبار. بعد تألقه الكبير أمام زيمبابوي، نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه اقترب من الانتقال لنادي جالاتا سراي التركي، وده وفقاً للي أشارت ليه تقارير إعلامية بأن مسؤول من النادي التركي تواصل مجدداً مع إدارة قاسم باشا لإقناعها بالتخلي عن جناح منتخب مصر لصالح جالاتا سراي. النجم الكاميروني وأسطورة الكرة الإفريقية سامويل إيتو نصح نجمنا المصري محمد صلاح بالانضمام إلى برشلونة الإسباني، وأكد أن انتقال صلاح لبرشلونة هيكون أفضل ليه من الانتقال لريال مدريد. إيتو قال كمان أن صلاح عنده إمكانيات تخليه أفضل لاعب في العالم. جيرالدو نجم النادي الأهلي ومنتخب أنغولا أثنى على تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وكلامه هنا كان على مدينة السويس اللي هتستضيف مباريات منتخب أنغولا، وأكد كمان على قدرة أنغولا على الوصول وتقديم بطولة كبيرة. مدرب بوروندي أوليفينيو جيكو وجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي بعد السقوط أمام نيجيريا في مباراتهم الأولى بنهائيات كأس الأمم، وشدد على ضرورة الفوز على مدغشقر في المباراة الجاية علشان يحافظوا على أمل الصعود لدور الـ16. أما نجم منتخب غانا كريستيان أتسو أعلن النهاردة في تصريح ليه أن عدم فوز منتخب بلاده بالبطولة هيكون سبب في اعتزال عدد كبير من لاعبي البلاك ستارز. جناح نيوكاسل الإنجليزي وضح في نفس الوقت أن منتخب بلاده جاهز تماماً للبطولة ومستعد للمنافسة على إحراز اللقب. المباراة الأولى النهاردة شهدت تاني ظهور للمنتخبات العربية، والكلام هنا عن المنتخب المغربي اللي واجه نظيره الناميبي على استاد السلام في إطار مباريات المجموعة الرابعة للجولة الأولى من دور المجموعات. منتخب أسود الأطلسي اللي بيرشحه كتير من المتابعين لإحراز اللقب الإفريقي عانى كتير جداً أمام ناميبيا، وانتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي، وكادت المباراة بأكملها تنتهي بالنتيجة دي لحد ما اهتزت شباك الناميبيين بهدف ذاتي قبل نهاية المباراة بدقيقتين، وده من عرضية لنجم أياكس الهولندي حكيم زياش عشان تنتهي المباراة بفوز صعب جداً للمنتخب المغربي قدر من خلاله الارتقاء لصدارة المجموعة الرابعة في انتظار اللي هتسفر عنه نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا. وعلى استاد الدفاع الجوي بالقاهرة مرشح قوي آخر لإحراز اللقب، وهو المنتخب السنغالي واجه نظيره التنزاني ضمن مباريات المجموعة الثالثة. أسود التيرانجا دخلوا المواجهة الأولى ليهم بدون نجمهم الأول ساديو ماني، ورغم الاستبسال الكبير للاعبي تنزانيا في بداية اللقاء إلا أن لاعب إنتر ميلان الإيطالي كيتا بالدي نجح في زيارة شباك تنزانيا في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، ينتهي الشوط الأول بتقدم الأسود، وفي الشوط الثاني استمر تفوق السنغاليين، وده كان نتيجته هدف تاني أحرزه اللاعب كريبيان دياتا لاعب كلاب بروج البلجيكي عشان يقدم السنغال نفسه كواحد من أبرز المرشحين لللقب السنة دي رغم صعوبة المجموعة الثالثة اللي بتضم كمان الجزائر وكينيا. وبالحديث عن الجزائر وكينيا، كان بينهم مواجهة ساخنة النهاردة في أولى مبارياتهم في البطولة، مباراة استمر فيها تفوق المنتخبات العربية خلال كان 2019 بفوز منتخب محاربي الصحراء بهدفين نظيفين في شوط اللقاء الأول، وده عن طريق المهاجم الخطير بغداد بنجاح من ركلة جزاء بعد أكثر من نصف ساعة من عمر المباراة. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عزز المنتخب الجزائري تقدمه بهدف لنجم الفريق رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي. وفي الشوط الثاني كانت المباراة سجال بين الفريقين، وبالذات مع تحسن أداء منتخب كينيا اللي فرض سيطرته على المباراة لكن دون جدوى، ما قدرش يزور شباك المنتخب الجزائري لحد نهاية المباراة، وبالنتيجة دي قدرت الجزائر إنها تحقق الفوز الأول ليها في البطولة وتتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال، وإحنا في انتظار المواجهة الحاسمة بينهم في الجولة اللي جاية.
وبكده دي تكون نتيجة مباريات اليوم الثالث من البطولة. بنهاية مباريات اليوم قدر المنتخب الجزائري أنه يتقاسم ترتيب المجموعة الثالثة مع السنغال، أما المجموعة الرابعة فتصدرها المنتخب المغربي بفوزه على ناميبيا بهدف، وإحنا في انتظار مباراة كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا. وبعد انتهاء 3 مباريات في اليوم الثالث من البطولة، دي كانت تشكيلة اليوم واللي شهدت تواجد 3 لاعبين من السنغال و3 من الجزائر و2 من المغرب. نروح لماتشات اليوم الرابع من البطولة واللي بيشهد إقامة 3 مباريات، هتبدأ بمباراة من المنتظر إنها تكون قوية جداً واللي هتجمع بين منتخب ساحل العاج وجنوب إفريقيا، وده ضمن منافسات المجموعة الرابعة. الماتش هيقام على ملعب السلام وهيبدأ الساعة 4:30 عصراً. قوة المباراة جاية من قوة الفريقين اللي بيلعبوا بعض، فعندنا مثلاً كوت ديفوار بتشارك للمرة 23 في تاريخها مقابل 10 مرات للمنتخب الجنوب إفريقي، ولو بصينا على أفضل نتيجة حققها المنتخبين في البطولة هنلاقي إن الأفيال الإيفوارية حققت اللقب مرتين، مرة كانت سنة 1992 والتانية كانت سنة 2015، أما المنتخب الملقب بالبافانا بافانا فحقق اللقب مرة واحدة وده كان سنة 1996. نجم منتخب ساحل العاج هو ويلفريد زاها، اللاعب اللي بينافس مع فريقه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، أما منتخب جنوب إفريقيا فبيعتمد على بيرسي تاو لاعب فريق يونيون البلجيكي. الماتش الثاني هيكون الساعة 7 مساء على استاد السويس، وهيجمع بمنتخب تونس والمنتخب الأنجولي في مستهل مباريات المجموعة الخامسة. نسور قرطاج بيشاركوا للمرة 19 في تاريخهم وجايين المرة دي وعنيهم على التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخهم بعد سنة 2002. المنتخب التونسي بيقود المخضرم الفرنسي ألان دريس اللي بيشارك في البطولة للمرة الخامسة، وده بعد ما قاد قبل كده منتخبات الجابون ومالي والسنغال. ألان دريس بيضم في قائمته مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي قادرين على صنع الفارق، يجي على رأسهم وهبي الخزري، فرجاني ساسي، يوسف المسكني، طه ياسين الخنيسي. أما المنتخب الأنجولي فدي مشاركته الثامنة في البطولة، لكن يبقى أفضل إنجاز قدر يحققه هو التأهل لدور الثمانية مرتين، مرة سنة 2008 ومرة سنة 2010. المنتخب اللي بيلقب بالغزلان السوداء تأهل لنسخة الكان هذا العام بعد تصدره للمجموعة التاسعة بالتصفيات، وكان أبرز نجومه قلب دفاع الفريق باستوس لاعب نابولي الإيطالي. ختام اليوم الرابع من البطولة هيكون بمواجهة مالي مع موريتانيا، وده اللقاء اللي هيتلعب الساعة 10 مساء على استاد السويس. مالي بتشارك للمرة 11 في تاريخها، لكن يبقى أفضل إنجاز ليها هو تحقيق مركز الوصيف سنة 1972. المنتخب المالي بيعتمد على مهاجم موسى ماريجا اللي سجل السنة دي 6 أهداف في مباريتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا مع فريقه بورتو البرتغالي، وكانت مالي قدرت أنها تحجز مكانها في هذه النسخة بعد ما تصدرت مجموعتها بالتصفيات. نروح بقى لمنتخب موريتانيا أو المرابطون، وإن كان الفريق ده بيلعب لأول مرة ببطولة أمم إفريقيا إلا إن حلمه بالتألق في ظهوره الأول ممكن يخليه رقم صعب في المجموعة. المنتخب الموريتاني بيعتمد بشكل كبير على لاعب خط الوسط خاسا كامارا المحترف بفريق زانفي اليوناني، وكان قدر يتأهل للبطولة بعد ما احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتصفيات خلف منتخب انجولا. ودي مواعيد مباريات اليوم الرابع من نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وصلنا لنهاية حلقتنا اللي رصدنا فيها أبرز أحداث اليوم الثالث من البطولة، وتابعنا كمان استعدادات مباريات اليوم الرابع. شكراً ليكم ونلتقي غداً في حلقة جديدة من تنس بورت.